بنفس نتيجة الشوط الأول الأهلي يتعادل مع بتروجيت بدون أهداف في أولى تجارب النادي الأهلي الودية. كابتن شريف، يمكن الشوط الثاني الحاجة الوحيدة اللي شفناها نزول كريم فؤاد، محمد محمود وأحمد عبد القادر، وشفنا ضربة جزاء مهدرة من أحمد، يعني خد فيها الريسك في أول مباراة مع النادي الأهلي، وكان المفروض إن هو يلعبها بجدية أكتر من كده. احنا شفنا تغيير شامل في اللعيبه كلها، يعني بالزبط. كل اللعيبه باللعيبه الناشئين، مجموعه الناشئين اللي هم بروميسنج يعني بالنسبه لفريق النادي الاهلي او في اي حته، او الراجعين من اعارات او اي حاجه. بالنسبه لضربه الجزاء اللي انت بتتكلم عنها، هو حب يكتسب فيها الثقه الزايده قوي، يعني ان هو يلعب كوره بثقه، بس هو كان مركز الظهر انه يحطها في الزاويه اليمين، والحارس المرمى راح الفريق كان اتاخر انه غير اتجاه الكره، فاضطر يعمل يعني ظروف اللعبه كلها جت ضد احمد عبد القادر. وبتحصل كتير قوي، مش من عبد القادر بس زي ما احنا كنا بنقول، هو لازم يضمن حاجه زي كده ادام اتاحت له الفرصه، ان هو ماتش مذاع وبيتقدم للجمهور ومع الفرقه الكبيره، كان يقدر يحط الكره باهتمام اكبر، لانه مش هيعملها كده في ماتش رسمي يعني. ايوه. اما بالنسبه للعيبه كلها، او بنقول لمحمد محمود الحمد لله على السلامه، محاولته ان هو يتعود على ارضيه الملعب، يتعود على خصم غير اللي هو بيتمرن معاه كل يوم، الجري في الملعب، الحسابات، الجري قد ايه، لعب كره كام كره صح، بيلعب وسط مجموعه شكلها ايه. دايما انت فاكر احنا كنا نرجع من اصابات ينزلونا تحت نلعب مع الفرقه الصغيره الاصغر نحتك اخضر، ناخد ثقه اكتر. أيوة. وبعد كده نطلع نتصعد تاني نلعب في فرقتنا الاساسيه وكده. فدي الحاجات دي احنا متربيين عليها كلنا وطبيعيه يعني، عشان ما بقاش فيها الناس مستغربه اشمعنى بيلعب هنا، او اشمعنى عمل التغيير الشامل ده كله في الفرقه. رؤيات فنيه كلها ورؤيات خاصه بالجهاز الفني كله، للاستعراض للشكل الشامل اللي عندك من اللاعبين اللي احنا كنا بنتكلم عنه. بنحاول نشوف الدنيا كلها، بتحاول انت على البطولات اللي جايه كلها وعلى الشكل اللي هتحارب بيه، يبقى تقدر النهارده تاخد باك رايت، تاخد باك ليفت، من خاصه ان عندك قائمه من الناشئين، عندك خمسه، عندنا خمسه هيبقوا موجودين مش كده؟ ايوه. هيبقوا بنشوفهم مثلا عبد القادر، فخري، مين تاني عندنا؟ وعبد القادر يتأيد السنه دي ولا السنه الجايه؟ ها؟ يتأيد السنة الجاية. لا عبد القادر، محمد أشرف وأحمد أشرف. لا ده فوق السنة. أنا عجبني أحمد أشرف فخري 99. أنا عجبني الراجل بيلعب ديفندر. بيلعب ديفندر، أنا عجبني بصراحة. عنده ثقة وبيقدر يتعامل مع الكورة، جاي مش خايف. مش خايف الموقف. مش خايف الموقف. دي اللعيبة اللي تيجي، اللعيبة اللي تلعب معاك تندمج مع اللعيبة القديمة، تاخد ثقة أكتر. بل بالعكس، يخليني أنا لما أبقى بتفرج على لعيب بروميسنج زي ده، الدنيا تشتغل معايا برضه. أنا اللعيب الاساسي يقول لك ده طالع لي ولد صغير ممكن، فتلاقيني انا بركز اكتر. وانا كل ما كان عندي في كل مكان واحد اثنين وثلاثه عندي، هاني رمزي ومحمد اشرف وياسر والناس دي كلها. محمد هاني. محمد هاني. لا انا قصدي عليك انت. ماشي. يا ريت ارجع بقى العب تاني. بستغل وجودك. لا بستغل وجودك ان انت كنت حاله في المنطقه دي يعني. تلعب لا يعني نتمنى نشوف كذا هاني رمزي في نفس المكان. عندنا لعيبه يعني لسه طبعا، خلي بالك معلش كابتن سامر. لا من غير دور يعني احنا بنتكلم عامه. بنتكلم بصفه عامه. زي ما قلنا قبل المباراه ما تتوقعش، او الناس ما تتوقعش ان احنا هنلاقي ريتم ومباراه يعني، كل ديت حاجات تجريبيه، وخاصه الشوط الثاني يعني موسيماني نزل 10 ما عدا البدر، عربي بدر هو اللي كمل. فمجموعه كبيره جدا جدا من الناشئين، وده كان مهم ان برضو ان موسيماني عايز يبص على كل الناس. هو طبعا في عناصر بالنسبه له خلاص الامور بالنسبه له محسومه، لكن خاصه يمكن يعني الشوط الاولاني معظم طبعا هم الفريق الاول، الشوط الثاني كل الناشئين. الفكره اللي عايز اقف عندها بس عند احمد عبد القادر وكابتن شريف، يعني لازم يكون مهتم جدا جدا. بالظبط. احنا انت بتتكلم حتى لو بتلعب في تمرينه. صحيح. بتلعب في تقسيمه، لازم يكون الاهتمام 100%، لازم يحط ضربه الجزاء داخل بكل جديه، يحطها. صحيح. يحرز هدف علشان بدل ما تتحسب لك اتحسبت عليك. بالظبط. يعني انا في رايي ان هو، انا مره في المرات وانا صغير يا دوبك بس عملت كده، خدت 7 في ال 18. كابتن انور سلامه غيرني في وسط المباراه. بتعلم من كده نوع من انواع الجديه.
هو صح. ممكن يكون عنده ثقه في نفسه عايز يحط جون بشكل كويس. مش دي اولويات النادي الاهلي يعني، دي مش من الاولويات. ولكن انا بتكلم كمان على ايه، انا في اول مباراه ليا في النادي الاهلي، وزي ما بتقول كده لازم تبقى الجديه هي الغلبه على ادائي. فانا جات لي ضربه جزاء لازم العبها بجديه اكتر من كده، العبها بكل جديه، ما خدش الريسك، العبها بكل جديه، مركز، طلعت بره مفيش مشكله. لكن بالمنظر ده هتدي انطباع حتى لمسلمين، هتدي انطباع للناس انت مش جدي، او ممكن هيكون عليك علامات استفهام في مباراه صعبه، ممكن تعمل لي حاجه غير مسؤوله. ده انا بقول لاحمد عشان هو لعيب كويس. أي مزبوط. لازم اقول له الحاجات ديت، واحنا لازم نقول الحاجات دي علشان لصالحه طبعا في الفتره اللي جايه. فعايز اقول ان اعتقد انها تجربه، يعني تجربه موسيماني بيقف على زي ما بقول على اللعيبه الصغيرين، بيقف على تكتيك معين، واللعيب برضو استفاد من التجربه دي. مفيش شك، بقول لك حتى على مستوى التدريب، على مستوى الاحمال، لا يعني كان في جري كتير معظمه مش في صالح يعني خططي او في صالح بتعمل جمله او، لكن على الاقل خدت جرعه بدنيه كويسه، على الاقل كمان وصلت، يمكن شفت اللعيبه على الاقل كمان شايفين موسيماني والمساعد بتاعه بيصور المباراه، وده مهم جدا انك تقف على الاخطاء دي، تقف على التكتيك معين، البوزيشن بتاع اللعيبه مهم جدا ان هم يشوفوه بعد المباراه. فزي ما بقول لك مش عايز جماهير الاهلي تقلق، لا ايه ده كان ماتش وحش، لا ده احنا لسه زي ما بقول لك دي وحده تدريبيه ليها زي ما عادل قال ليها اهداف معينه حاططها موسيماني، مش متوقعين ريتم مباراه رسميه. فرقه وصلت سيمي فاينال بتلعب طبعا كابتن ربيع ياسين كمان، فكر وتنظيم بالظبط، بيلعب فرقه على المستوى الدفاعي يشتغلوا بشكل كويس. فانا عايز اقول كمان محمد محمود، يعني هم الجزء ده كمان كنت انا كابتن، ده اللي كنت بتكلم فيه حضرتك، ان هو وارد جدا بتلعب بشكل تكتيكي مختلف. يعني ممكن جدا 3-4-3، ممكن يكون موسيماني في بعض الاحيان عايز يشوف مثلا كريم فؤاد كطرف يمين، فاحنا ممكن وارد جدا في موقف زي ده يكون بنلعب بثلاثه، يعني ممكن يكون ثلاثه في الخط الخلفي، ممكن يكون قدامهم اربعه، قدامهم ثلاثه، يعني التنوع طيب. كمان بص يا كابتن ما نجيبها تاني الكره دي، لا بعد اذنك ممكن تجيب لنا الكره دي تاني، هات لنا الكره اللي فاتت تاني بعد اذنك، ما يقول برضه ثلاثه يعني لا. الفكره ان هو دلوقتي بيتكلم على كريم فؤاد أيوه. على كريم فؤاد، انه كريم فؤاد عنده ميول هجوميه ايوه، فممكن جدا يكون في تعليمات ان مثلا دي حاله، انا بتكلم على الحاله دي يا كابتن هاني، في زياده عدديه يعني في الخط اللي ورا، ثلاثه وساقطين ورا، اصل دي من ضمن الحاجات اللي احنا عانينا منها السنه اللي فاتت، ان احنا بنبقى ساقطين ورا قوي. الثلاثه دول لو طلعوا قدام خطوتين كمان مع كريم فؤاد، اللي هو المفروض كريم فؤاد برضه ايوه بالظبط يتحرك كده، يبقى زي ما حضرتك بتقول كده، ادي الثلاثه موجودين، في اثنين على واحد، وفي واحد كمان يطلع الزقه اللي انت بتقول عليها ديت، متهيألي في الاثنين اللي ديفندر، اذا كان العربي بدر، العربي بدر هو المفروض الخطوتين قدام، وبالتالي لما كده. الخط الاثنين اللي قدام الثلاثه دول لما يضغطوا لقدام شويه، بالتبعيه الثلاثه اللي ورا هيكون يعني هترحل شويه الخمسه متر. لكن انا بتكلم في نقطه ان وارد جدا، ويمكن الصوره اللي بعدها كانت بتدل ان ممكن وارد جدا ان كان في تعليمات مثلا لكريم فؤاد عايز تشتغل بشكل هجومي اكتر، تزيد في الحاله الهجوميه، وبالتالي ممكن في وقت من الاوقات نلعب نخلينا ثلاثه ورا ونطير الباكين. الشوط الاولاني كان محمد اشرف وكريم فؤاد، وممكن يكون شكل ده، المباريات الوديه دايما بيبقى ليها اهداف، وارد جدا يكون شكل تكتيكي يا جماعه، ممكن في فتره من الفترات نلعب بثلاثه ورا، نلعب 3-4-3، نقعد 10 دقائق ربع ساعه والماتش بيتصور، وبالتالي نشوف قدرنا نعملها بشكل كويس، ناقصنا ايه. يعني في اللحظه ديت بدا في شويه ضغط من قدام، الترحيل مهم جدا، لكن زي ما بقول لك، ودي كمان ظهرت في الجزئيه ديت، ان في ثلاثه في نص ثلاثه في الخط الامامي اللي عليه اللايت دوت، ده كريم فؤاد. كريم طيب انا هو عايزين نتكلم فيها حاجه معينه، هو خلي بالك احنا هنا ما بنلعبش ثلاثه، بمعنى بنلعب ثلاثه بالظبط، هو الديفندر اللي هو ابو الخير نزل في العمق زي ما حمدي فتحي بيعمل، والسرد باكين، وبعد كده الباكين زي كريم ومحمد اشرف يطلعوا لقدام، دي في مواقف معينه في اللعب في بناء الهجمه من تحت بيحصل الموقف عشان تطير الباكين. ايوه بس انا عايز اقول لكم حاجه كباتن بعد اذنكم، ايوه الشوط الثاني دي فرقه صغيره ماشي مظبوط، دي الشوط الثاني معمول للخمسه اللي تحت السن ماشي يا كابتن ماشي، بمعنى ايه؟
بمعنى ان موسيماني بيشوف مين اللي هيجيبهم ويقيدهم تحت السن. صح. طريقه لعب دي لعيبه صغيرين وبيشوف قدرات وليس طريقه اللعب اللي هيلعب بيها. طيب انا ما بيطبقش. انا عايز اتكلم في نقطه دلوقتي. معلش انت فهمتني. انت هل بس دول لعيبه ناشئين في النادي الاهلي. معلش احنا برضو بص مختلف في حاجه بسيطه. انا ان انت 17 18 سنه ممكن تلعب فريق اول. لازم تلعب لازم فريق اول. لازم تلعب فريق. فانت بتتكلم على نوعيه لعيبه. لا مش لازم. حتى ولو كان يعني المميز منهم يا كابتن. المميز المميز منهم كده كده. لان 17 18 سنه دي بدري قوي. دي بتحصل مع عدد محدود. حصلت معانا كتير. لا حصلت معانا كلنا كتير. جينا احنا انا وهاني وعبد الجليل و 17 وقبلكم. لا 19 ماشي 20 ماشي. لكن 17 18 ما بتحصل 18 19 في اغلبيه. 17 18 بتحصل في عدد محدود جدا في العالم كله على فكره مش على في مصر بس. قدره فرقتك و 17 18 يعتبر لسه ماشي. في مرحله كويس. الفرقه اللي تحت الفريق مش الفريق الاول ولا ماشي. اللي تحته دي فرقه اللي تحت كمان يعني بعد فرقتين الفريق الاول والفريق ال 20 سنه. صح. وبعدين فريق 17 18 سنه. مظبوط. ده بيحصل في كل جيل واحد ولا اتنين. لكن الفرقه كرامي كان كده وانا كنت كده ماشي. بس بقى انا اقصد في الجيل كله هتلاقي عدد محدود. هاني ممكن حصلت معاه. انت حصلت معاك. طاهر ابو زيد حصلت معاه. في بعض اللعيبه كابتن زيزو زي ما كنت بسمع انه حصلت. بس مش هتبقى في كل الناس يعني. كويس. دي كابتن عادل هل انت يعني احنا بنتكلم بصفه عامه يعني هل انت مع المقوله اللي بتقول لازم فريق الشباب او الفريق اللي تحت الفريق الاول يلعب بنفس اسلوب الفريق الاول؟ ده مش الفرقه دي بس. ده القطاع كله. القطاع كله؟ كله. يعني لازم كله يغير. انا مختلف على الاقل الفرقتين اللي تحت الفريق الاول. يعني انا على الاقل على فريق 99 ايوه اللي هو في سلفت و 2001. انا مختلف في الموضوع ده تملي. يعني خلي عادل قول لي وبعدين وجهه نظر عشان انا ما اتكلمتش. احنا عدينا بيها مرتين. اتفضل. مرحلتين في النادي الاهلي. المرحلة الأولانية مرحلة كورفر، والمرحلة الثانية مرحلة مانو الجوزيه لما جينا طبقنا التكتيك بتاع مانو الجوزيه كله. كابتن عادل بس بعد إذنك هنوه عن حاجة. إن الآن بتقام بالتزامن مع المباراة ديت مباراة كرة السلة بين الأهلي والمصرية للاتصالات، ويتبقى دقيقتين على نهاية المباراة والنتيجة 62-50 لصالح النادي الأهلي. دي من مباريات بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة. اتفضل يا كابتن. اقول لك ليه احنا بنطبقها في كله. بس كله منين؟ انت مش في مدرسه الكوره. كويس. احنا بنتكلم فوق ال 15 سنه. ماشي. ليه يا كابتن؟ لان انت ممكن يكون عندك لعيب عنده قدرات كويسه انت بتساعده للفرقه الاكبر. كويس. زي ما انا كده كنت بساعد عربي بدر من 2001 الى 97. حلو. اربع سنين. صح. فرق. صح. وده اللي انا بتكلم عليه ليه؟ لان انت كنت بتقول لي انت اللي قلت. دول لسه ناشئين. لو بيلعبوا بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه موسيماني. وزي ما قال الكابتن هاني انا بلعب ثلاثه يبقى لازم. تمام. يبقى لازم الثلاثه دول ما يبقوش ساقطين قوي كده. تمام. الاثنين دول في اثنين على واحد يبقى الثالث ده هيرحل نفسه ويطلع قدام شويه. انت بتتكلم كده يا كابتن في ايه؟ انت بتتكلم ان اهداف المباراه دي تكتيكيه. الاهداف الشوط الثاني مش تكتيكي خالص. اهداف الشوط الثاني مفضله لموسيماني على اللاعبين اللي هو عايز يقيدهم الخمسه اللي تحت السن. فاهمني يا كابتن؟ في لعيبه فريق اول انت عارف قوامهم. كويس. ولاعيبه محترفين وانت اشتريت منهم وجبت وعديت وانت عارف لعيبتك ونجومك. ده نجومك. في الاتحاد المصري عمل حاجه السنه دي ان في خمسه لعيبه من تحت السن من سن ال 99 هيبقوا مقيدين للفريق نفسه بس يكونوا من ولاد النادي. صح. انت فاهم؟ فهو المباراه النهارده انا ما يهمنيش تكتيك قد ما يهمني ان انا اثبت على مين اللي هايده تحت السن. علشان كده تلاقي التوليفه نفسها يعني مش بتاع التكتيك. يعني ابعد عن دماغك ان في لعيبه ممكن هيستعين بيها موسيماني في الوقت القريب. يعني من الناشئين. من الناشئين دول مش هيقدر يستعين بيهم. وما يقدرش اصلا. انت راح تلعب كاس عالم للقارات وكاس العالم للانديه ورايح تلعب كاس سوبر افريقيا وراح تلعب لي كاس. يعني هتعمل حاجات كتير مش هتقدر تجيبهم. اللي انا بتكلم عليه ايه يا كابتن؟ الشوط الاولاني كان شوط اللعيبه والتحضير. الشوط الثاني كان شوط الخمسه اللي تحت السن. مش ما نتكلمش على تاكتكس في الوقت الحالي. انت لما تيجي ترسى عن اللعيبه دي اللي هيبقوا معاك يمكن الحاجه الوحيده اللي في الشوط الثاني اللي بره الخمسه محمد محمود. محمد محمود بس.
ويمكن احنا سمعنا ان محمد محمود ممكن يبقى في اعاره ما تعرفش يعني. وعندك كريم فؤاد اللي جبته، انت جايب كريم فؤاد، دول من اللي ممكن نتكلم عليهم ان هو تجهيزهم. طيب انت لكن التانيين انت بتقول لكل مباراه اهداف طبعا، يعني اشراك مجموعه كبيره من الناشئين الشوط الثاني ما كانش من ضمن اهداف موسيماني النهار. لا ده اكبر هدف ليه شوفهم يعني، ده انا بتكلم على التقييم يا كابتن ايمن. في حاجه انا قلتها لك، في لائحه بتقول ان الاتحاد المصري لكره القدم بيقول ان في خمسه يبقوا تحت السن، هو بيشوف عينه هو علشان يقرر مين من الخمسه من الناشئين دي كلهم هينفع. ده هو كمان ممكن يعمل مباراه وديه وهيجيب مدربين الناشئين علشان يقولوا له مين اللي يطلع، وعنده لعيبه في اعارات رجعه زي عبد القادر وناس كتير راجعين، عاوز يحدد مين فيهم اللي هيتواجد مع الخمسه. بص يا ايمن، بص يا ايمن، الموضوع ان هو راحت المجموعه الاولانيه ولعبوا 45 دقيقه، احنا يمكن كنا بنتكلم في بدايه المباراه على الاحمال والحمل، الحمل العالي والحمل اللي تحت العالي او المتوسط وبعد كده الضعيف وهكذا. احنا قلنا لعبوا بعد 4 5 ايام، هو لعبهم 45 دقيقه. 45 دقيقه دي تعتبر حمل متوسط، ما تعتبرش يعني ما دخلش في الوقت، لازم يعدي مثلا 70 دقيقه عشان تقدر تقول ايه تحمل عليه جامد. 45 دقيقه، فهو ادي اول هدف بالنسبه له، انه اللعيبه الاولانيين اللي هم اللي يعتبروا الاساسيين او المجموعه الكبيره يعني، ودخل معاهم عمار وعصام حسن. الشوط الثاني لعب مجموعه الناشئين دولت ودخل معاهم برضو كريم ومحمود محمود وعبد القادر، دول اقرب ناس. ومصطفى شوبير كان طبعا هو ال في اهداف من الموضوع ده. اولا راحت اللعيبه الاولانيين ده جزء، وزي ما عادل قال انه بيشوف اللعيبه، بس انا عايز اقول ان موسيماني ما بقالوش شهر هنا ولا شهرين، انا متاكد. وفي حتى اشرف، محمد اشرف واحمد اشرف دولت اللي هو الباك ليفت والديفندر اللي شريف بيقول عجبه اللي هو 39، كانوا بيطلعوا كتير ولعبوا في ماتشات وديه ولعبوا، ومجموعه كبيره من دول لعبوا يعني. هو اكيد عنده انطباع برضو مش قليل عن لعيبه كتير منهم على فكره يعني، طول السنه عنده بيطلعوا في ماتشات وديه وبعدهم بيطلع يتمرن مع الفريق الاول، وبالذات في الاوقات اللي كان بيبقى فيها معسكرات للمنتخب او ماتشات للمنتخب. فهو ممكن يكون بي بي بيشوفهم عشان ياكد الفكره اللي عنده، لكن ممكن مثلا يكون هو مقتنع بواحد منهم او اتنين مش موفق النهارده. بس هو عنده قناعه من الاول على فكره يعني، مش أيوة هو مش زي مش موضوع اختبارات هختار من هو يوم واحد. انا اقصد كده، انا كمان فكره وحاطر عليكم سؤال. انا في وجهه نظري مش يعني وجهه نظر بنتناقش، بدل ما كان مثلا ال10 دول ينزلوا شوط ثاني كان ممكن يعمل ميكس بعض هنا وبعض يعني 4 5 شوط ثاني على اساس يبقى في توازن، في توازن شويه حابب يديهم 45 دقيقه دي بتبقى اوقع يعني، بتبقى يعني بتبقى ممكن أوقع. جدا يكون دخل خمسه من على اساس كمان الولاد ما يحس يعني، زي ما يوصلش احساس ان احنا ده احنا بنتشاف. او يعني كابتن اسامه قال نقطه مهمه جدا، معظم اللعيبه دي بيتمرنوا بفترات طويله مع 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 موسيماني، فهو عايز يشوف شكل معين، عايز يشوف بيجهز. على فكره زي برضو عادل ما قال، هو محمد محمود بعد اصابه طويله جدا بيديله 45 دقيقه، وانا شايف انه على الاقل ظهر معقول، لكن بدنيا لسه طبعا قدامه مراحل كتير. لكن زي ما بقول عبد القادر مثلا، انا شايف لعيب كويس بس بيمسك كوره اكتر شويه، الحاجات ديت هي اللي هتتقال يعني بكل لعيب بقى. بص لا المفروض تلعب كوره من بوزيشن، المفروض تبقى هنا، الحاجات دي مهمه جدا في البدايه علشان كل دوت بيحط اساس للموسم اللي جاي. زي ما عادل بيتكلم مين القريب منهم، ان ممكن احطه مثلا ماتشات الكاس، ممكن اخد 2 3، هل قادرين مباراه الكاس بطوله قادرين اللعيبه دي تخش معايا؟ بيشوف من خلال مش النهارده بس، ده كمان هيبقى في معسكر في اسكندريه، هيكون كمان في ماتش ودي او ماتشين وديين، فهو النهارده بالنسبه له بيحط بس ايه الصوره الاولى كده، بيطمن على محمد محمود بشكل كبير كمان. اتفضل يا كابتن. يعني التملي لما بتلعب لعيبه كتير صغيره مع بعض زي ما هاني بيقول، الحماس بيغلب. مظبوط. يعني النهارده الشوط الثاني تحس في حماس. يعني كتير. في جري كتير. ولكن بقى اللي هي بقى الخبرات اللي هي
الناحيه الخططيه، الوقفات، امتى، لكن في حماس من اكتر من واحد. واحد زي احمد هم زي ما انتوا قلتوا كلكم اتفضلتوا 4-5 لعيبه هيطعم بيهم الفريق الاول، دول هيلعبوا مع مستوى اول. مظبوط. المستوى الاول ده هيشيلهم. أيوة. عايز بقى الحته اللي بيقول عليها اسامه دي، انا عايز الحماس ده وعايز الجري ده. لا انا اقصد وعايز الشكل ده. بص يعني انا مش هحاسب اللعيبه دي على النهارده على 45 دقيقه. لا طبعا. اقول عملوا ايه؟ لان هم مع بعض غير لما يبقوا طبعا واحد او اتنين جوه اسامه وعادل وهاني وشريف وايمن. يعني اللعيبه دي كمان عشان نقيم زي ما عادل بيقول ان عمليه التقييم النهارده بالنسبه للمدير الفني، لا عمليه التقييم دي لازم انا اشوفها وهو بيلعب مع طاهر محمد طاهر وبيلعب مع محمد شريف. صح. وبيلعب مع صحيح وليد وبيلعب مع الناس اللي هي عندها خبرات وواقفين على رجليهم والمحطات اللي بيقول اسامه عليها ازاي بقى يقف بالكره وازاي يلعب دي ويلعب. فهيخش يلاقي نفسه بيزود نفسه باللعيبه اللي حواليه زي ما كلنا عملنا. يعني انا هم لعبت جنب الخطيب ومصطفى عبده وصفت والناس دي، هم اللي عملوني، هم اللي ادوني. انا كل اللي عملته ايه؟ ان انا بقى عندي الجرأه ان انا اجري جوه ال 18، عندي الجرأه ان انا اجري كتير والكره ادور على الكوره وكمان. صح. فبقيت اخدم زي لعيبه كتير قوي عملت نفسها. معلش حدود يعني انا مختلف. زي ما انت جيت ولعبت مع النادي الاهلي، النادي الاهلي شالك وانت ابتديت تجيب اجوان ودخلت جوه الفورمه وانا يعني شلتك بالصدفه. انا بس بتكلم في نقطه كمل بس كده. احمد عبد القادر لما بنتكلم عليه في موضوع ضربه الجزاء وكده، من اكتر الناس اللي في الملعب احساسي وانا بتفرج انه عايز يثبت نفسه، عايز يعمل حاجه بالظبط. يعني بيجري مثلا بالكره زياده شويه. صح. عايز يوري ان انا ممشي يعني جاي استحق ان انا اقعد. عشان كده لما جت ضربه الجزاء، لما احنا كلنا بنقول الطبيعي ان انا اركز فيها واحطها صريحه، ضاعت ضاعت. ايوه. لكن هو عايز يوري ان انا عندي ثقه في نفسي وبص بعمل ضرب. أيوة. ايوه ان انا بس بص بعمل مش في الماتش ده كده. ماشي. ما هو انا مش في البدايه يعني. ماشي. ما هو صح كلامك مظبوط. أيوة. انا مش معترض. كلنا قلنا كده ان المفروض يلعبها طبيعيه وصريحه لانه اول ماتش. لكن انا بقول لك الانطباع اللي واصل لي من حتى جاريه بالكوره انه عايز يعمل يعني اكتر واحد تحس انه عايز يوري ان انا موجود. ما هي دي بقى اللي كابتن شريف بيقول عليها. أيوة. انه لما يلعب مع ناس اكبر ويلاقي ناس بقى اتقل. أيوة. في الملعب وما يبقوش كلهم كده مع بعض وما كانش هيشوفها تحس بقى ممكن ال 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 الفرق شويه. طيب انا بس قبل يعني ما تتكلم يا كابتن عادل عايز اطرح حاجه واحده بس. ايوه اتفضل. ان احنا دايما بنحمل مثلا المدير الفني مسؤوليه حاجات كتير جدا بتحصل في الماتش سلبيه احيانا بنحمل. تمام اكيد. كويس. طيب انا بلعب في مستوى كبير جدا وبلعب في النادي الاهلي. تمام. انا لازم حتى لو انا ناشئ، ما انا ناشئ خلاص انا كمان سنه ولا سنتين ممكن حلو. انا لازم كلاعب كوره وبلعب في النادي الاهلي ممكن كمان سنه ولا كمان شهر العب فريق الاول. تمام. انا يكون مستوى تفكيري يعلى عن مستويات الناشئين دي. تمام. صح؟ ماشي. مين اللي بيديها له دي؟ مين اللي بيديها له؟ القطاع. قطاع الناشئين. كويس. اللي انت بتمرنه كويس لعيب فريق اول. مظبوط. بتدي له محاضراتك. حلو. بتثقفه، تعرفه الفريق الاول بتاعك بيلعب ازاي، بتعرفه لما تطلع هيبقى واجباتك ايه، سلبياتك ايه، لو عملت دي تبقى كابتن في سلبيات. انت عايز تفهمني ان لعيب وصل ل 19 سنة في النادي الاهلي ما اتعلمش الحاجات دي لحد دلوقتي من المدربين؟ لا ما انا هقول لك، ما هو بيجي عليك وقت يا كابتن، بيجي عليك وقت انت بتطلع اعارات. انت عارف احنا كان عندنا كام اعاره في الثلاث سنين اللي فاتوا يا كابتن؟ عارف عندنا كام اعاره من الفرقه اللي كنت ماسكها بس؟ 18 لعيب. ايوه 18 لعيب اعاره من قيد كام لعيب في الفرقه؟ مين؟ 25 لعيب. 18 لعيب، عندي سبعه وباخد الباقي كله من الصغير. كويس. ليه؟ الفكره في ايه يا كابتن؟ الفكره ان النادي الاهلي تقيل كبير. صح. فلنته تقيله قوي. صح. مش اي حد يقدر يلعب فيها. إيه نجحت في ايه عمار مثلا؟ انت نجحت في عمار ليه؟ لان عمار طلعته اعاره، لعب سنتين لعب في الاتحاد وبعدين لعب في المصري وبعدين او بالترتيب كده وبعدين راح الجيش ولعب ثلاث سنين في الدوري، وعمار كان سنه اصلا في النصر
كان مكسر الدنيا فيها في 4 سنين، فعمار يقدر يستوى يجي لك. ده غير ان هو بيتمرن معاك وانت بتمرن زيك. زي الفريق الاول. ما هو زي ايوه الفرقه اللي تحت دي. ده اللي انا بقوله. ده خد بالك عشان ايه هنفتح على نفسنا في نقطه. يعني لا لا في نقطه. بتتكلم تكتيكيا ولا بتتكلم على شكل يا كابتن والحمل؟ كابتن بص انا عايز اقول لك حاجه، انت دلوقتي لابس فانيله النادي الاهلي. خلينا بس طيب نكمل في النقطه دي بس هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان. بجد التحليل لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار طبعا في الاستوديو التحليلي معانا طبعا كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. يا كابتن سامي طبعا النهارده بالنسبه للبدايه، النهارده نقول بدايه موسم جديد، بنشوف طبعا بعض اللعيبه اولى المباريات الوديه لسه طبعا شويه، المباريات الوديه دي احنا معانا كوكبه جديده ومعانا مجموعه جديده، لكن بشكل عام يا كابتن سامي بتشوف الاداء النهارده ازاي؟ غيابات شويه من اللعيبه اللي راجعه من المنتخب وكده، لكن بشكل عام النهارده بشوف الاداء ازاي؟ طبعا تحياتي كابتن ايمن وبقول له الحمد لله على السلامه طبعا كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن هاني وكابتن عادل عبد الرحمن طبعا تحياتي ليهم. يعني زي ما انت قلت بدايه فتره اعداد طبعا مهمه جدا، ان انت طبعا كابتننا طبعا اكثر خبره مننا يعني في الموضوع ده، انت بتعد اللعيبه كويس بدنيا وفنيا وخططيا وذهنيا، تبقى طبعا انت عارف ان احنا قدامنا ايام بسيطه يعني وتلعب بطوله مهمه جدا يعني، فمهم برضو ان انت تستغل الفتره ديت تعد اللعيبه الفنيه كويسه اللي هي ما كانتش مشاركين معانا في الفترات اللي فاتت، لان اللعيبه الدوليه انت عارف اخذت فتره راحه قليله. عندنا مباراه ثانيه يوم ان شاء الله يوم 16 بقى ان شاء الله مع المقاولين، ان شاء الله بروفه كويسه لينا ان شاء الله لمباراه السوبر مع نادي الجيش ان شاء الله. لكن النهارده الحمد لله برضه تجربه كويسه، شفنا فيها لعيبه زي ما انت قلت عايده من الاصابه، محمد محمود النهارده الحمد لله بيشارك بشكل كويس، اللعيبه الصغيره كلها، اللعيبه اللي كانت اعراض مثلا موجوده عندنا برضه النهارده احمد عبد القادر وبيت الناس زياد وفخري واللعيبه الصغيره اللي موجوده في الناشئين برضه، يعني فرصه للراجل يتفرج عليهم في ظروف كويسه في مباراه كويسه، فاعتقد الحمد لله يعني الحمد لله تجربه مفيده جدا لينا والراجل يقدر يقف فيها على حاجات كتيره ان شاء الله تساعدنا الفتره اللي جايه باذن الله. يمكن كمان يا كابتن سامي هنشوف بعض اللعيبه اللي ما شاركتش بقى في المباراه بتروجيت ممكن نشوفها بشكل كبير في مباراه المقاولين، لان دي هتبقى يعني تعتبر زي ما انت قلت البروفه الاخيره بالنسبه لمباراه الجيش، لان ليها حسابات خاصه وحسابات كتيره جدا مع الجهاز الفني مباراه طلائع الجيش فيها سوبر مصر. يعني احنا كنا مقسمين النهارده مجموعتين، يعني اللعيبه الدوليه زي ما انا قلت لك احنا بادئين شويه قبل اللعيبه الدوليه لانهم كان عندهم المباراتين في التصفيات يعني، فطبعا كان مهم جدا لهم ياخدوا فتره راحه برضو. لسه راجعين من يومين، فمهم جدا ان انت يبقى واحده واحده برضو عشان ما يخشوش جوه المنافسات على طول، يعني انت تعدهم كويس، فاعتقد الحمد لله قدام 3 4 ايام يقدروا ان شاء الله يرجعوا فيها كويس وياخدوا برضو فترات في مباراه المقاولين برضو، ممكن نبقى شوطين ممكن الراجل لسه ما فكرش يعني، بس ان شاء الله تبقى اعداد كويس يعني للمباراه اللي جايه مع طبعا العناصر اللي هي، لان اللعيبه اللي لعبت الشوط الاولاني برضو لعيبه فيهم لعيبه كانت من جوه الفرقه يعني، في كهرباء وفي طاهر وفي وليد وفي ياسر وفي رامي وفي كل اللعيب وحيد نفس القصه هاني طبعا والناس كلها اللي موجوده يعني، فاعتقد الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق بس الفتره اللي جايه ان شاء الله واللعيبه تدخل بسرعه، وان شاء الله عندنا بطوله مهمه جدا ان شاء الله نبدا بيها الموسم، ان شاء الله يكون استعداد كويس لينا بعدها طبعا مباراه الكاس والاستعداد للدوري ان شاء الله. الموسم يمكن خلص وما خلصش يا كابتن سامي، لسه يمكن التلاحم موجود حتى هذه اللحظه، هنلعب 21 هنلعب 25 لسه هنلعب برده كل 3 4 ايام ماتش، يعني بنتمنى بقى ان الموسم يبدا بقى بشكل عام بقى الموسم الجديد، لكن احنا بننهي موسم، هتتعاملوا ازاي مع هذا الامر مع الجهاز الفني ومعاك يا كابتن؟ يمكن هي دي برده اتكلمنا عليها وطبعا كابتننا في الاستوديو اتكلموا عليها، يعني حته ضغط المباريات ديت يعني في وقت قليل خصوصا مع تلاحم المواسم خصوصا مع اللعيبه الدوليه برده ما بتقدرش تاخد فترات راحة كبيرة يعني، لكن يعني اعتقد ان شاء الله تكون الفترة ديت هي بس الفترة المضغوطة بالنسبة لنا، وبعد كده ان شاء الله نقدر ان شاء الله نلعب بأريحية بقى زي ما كنا بنلعب قبل كده، تدينا طبعا أفضلية وتدينا طبعا دوافع أكتر واستعداد أكتر للمباريات ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا جدا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، النهارده نقدر نقول اولى المباريات الوديه التجريبيه لفريق النادي الاهلي، شفنا النهارده كابتن ايمن عدد من اللاعبين بيشاركوا، بنامل ان شاء الله المباراه القادمه مباراه المقاولون العرب ان شاء الله باذن الله يكون في عدد اكبر، نشوف بقى اللعيبه اللي ما شاركتش اللعيبه الدوليين، التيم يكون بشكل كامل ان شاء الله متواجد في هذه المباراه والشكل والاداء والنتيجه ان شاء الله تكون احسن من كده بكتير، هي مباراه اولى بالنسبه للمباريات الوديه، لكن املنا كبير وثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله الموسم ده يكون موسم قوي نحصل فيه على كل البطولات زي ما حققنا الموسم المنقض في كل بطولات النادي الاهلي. يمكن دي كانت اجوانا كابتن ايمن حتى هذه اللحظه في ملعب مختار اتش بلقاء الكابتن سامي قمصان، واكيد كنا بنامل ان تكون المباراه فيها نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله منتظرين لعيبه النادي الاهلي خلال الايام القادمه وتحديدا مباراه المقاولون العرب، لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم.
نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. قبل ما نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن الكبير كابتننا الكابتن ربيع سين مدير الفني لفريق بتروجيت. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء الودي اللي جمع ما بين الاهلي وفريق بتروجيت بتعادل سلبي بدون اهداف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن ربيع سين نجم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق بتروجيت. كابتن ربيع في البدايه تحيات الكابتن ايمن شوقي الكابتن شريف عبد المنعم كابتن هاني رمزي الكابتن اسامه عرب الكابتن عادل عبد الرحمن. النهارده مباراه قويه في استعداد قوي وبروفه قويه ليك امام النادي الاهلي، مباراه بتنتهي بالتعادل السلبي امام فريق النادي الاهلي. ايه الاستوديو التحليلي ده جامدين قوي، يا كان ماتش جامد لدرجه ما شاء الله. طبعا كباتن مصر الكبار طبعا اخواتي الاعزاء الافاضل سعيد جدا انهم موجودين النهارده. انا سعيد جدا ان في ناديه طبعا نادي الكبير العريق نادي المبادئ والقيم نادي البطولات نادي الوطنيه، دي حقيقه بنتشرف اني كنت موجود وبنتمي لهذا النادي الكبير اللي اتمنى له كل التوفيق. سعيد جدا بتجربه قويه، طبعا احنا في مجموعه قويه، فلما تيجي تلعب تيم زي تيم الاهلي احسن تيم في افريقيا مش في مصر، دي تيم البطولات اللي عنده اللي يملك كل المقاومات الفنيه اللي انا اقدر اشتغل عليها واعود عليها اللعيب عشان نستعد بيها لبطوله هتنطلق يوم 30 في بطوله قويه جدا فنيا شرسه فيها اكتر من لاعب عاوز يصعد، بطوله ما فيهاش فريق سهل. فانا قلت لهم الكلام ده، انا بلعب النادي الاهلي عشان نتعود على الصعب لان كله صعب، 16 فريق في ممتاز به، فطبيعي جدا بخش بقى على جوانب الخططيه حفظها اللعيب. انا خلصت الجوانب البدنيه تماما، انما دلوقتي الشق المهاري الخططي اللي انا بقدر اشتغل بيه عشان اتفوق بيه ان شاء الله على المنافس، طبيعي جدا. وبعود اللعيبه بقى وبرجع النفس وبرجع الفورمه وبدخل الفورمه، طبيعي جدا. هو يعني كتر خيرهم انا لعبت باكتر من 11 لعيب لحد 60 دقيقه، وبعد كده بدات اغير 20 دقيقه 15 دقيقه نص ساعه. فانا سعيد جدا بالتجربه، تجربه قويه جدا جدا طبعا، اكيد هستفيد منها، انا طبعا هشتغل عليها. عندي خلي بالك بكره ماتش ودي، بكره عندي برنامج بتاعي النهارده الاثنين، بكره ماتش ودي مع بني سويف، الخميس الفيوم، كله ممتاز به. فان شاء الله تجربه قويه جدا واكيد هستفاد منها واشتغلت عليها، وهتدي دفعه قويه جدا للعيبه فنيه للامام باذن الله تعالى، هتفرق معانا في الماتشات الجايه باذن الله تعالى. مجموعتك مجموعه القاهره في الممتاز به فيها اكتر من 12 فريق كلهم لعبوا دوري ممتاز، وده بيزيد من صعوبه يعني المنافسه السنه دي. اعتقد بروفه قويه جدا امام النادي الاهلي، خاصه انت عامل فريق متوسط اعماره كلها شباب 22 او 23 سنه. طبعا احنا الجانب التنسيقي مهم جدا في ترابط الاجيال مع بعض، بالك عندي يعني عندي جيل وجيل وجيل، واخد بالك الاعمار متوسط الاعمار عندي خلي بالك انا بنظمها كويس جدا، لان انا مش بشتغل للسنه دي يا محمد، انا بشتغل لسنين قادمه بصرف النظر موجود او مش موجود، لازم اعمل الصح. والتجربه باذن الله تعالى ان شاء الله هتاخد وقت شويه، لكن احنا ماشيين في كل الاتجاهات، بعمل اجيال بعمل اعمار بعمل خبرات، اشتغل بنسق امور جدا في مجموعه طبعا صعبه جدا مفيش كلام، عاوزه ماتشات وعاوزه 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 خبرات وعاوزه شخصيه وعاوزه برنامج وعاوزه فنيات، الموضوع كله فنيات. الشغل انا بشتغل حجم شغل اليوم كتير جدا في الفنيات، ملعب وسبوره وفيديو واخد بالك وحفظ وعملي ونظر كتير جدا وشرح لان ده اللي انا قصدي اللي بعمله حاليا دلوقتي. وطبعا انا معاك ان مجموعه قويه مفيش كلام، بستعد انا باللي معايا الموجود، لو احنا جبنا طبعا اكتر من عنصر بالك في خط الظهر في وسط الملعب قدام ان شاء الله ربنا يوفقنا، اكيد الناس دي هتحتاج وقت شويه في الانسجام والتفاهم، خد بالك هتحتاج شويه فنيات خبرات مواقف كله يجي باذن الله. يعني عموما هنعمل اللي علينا وهنشتغل، وانا بطبيعه الحال انا بشتغل فشعارنا هو العمل الاجتهاد الشغل. ففي جوانب كتير جدا انا بشتغل عليها النهارده، مثلا خرجت بسلبياتي ايجابياتي هاكد وهعالج السلبيات وماشي واحده واحده براحتك. فاللي اقصده ان احنا ماشيين وهنشتغل وهنتعب وهنجتهد، والله المستعان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كابتن ربيع دايما في المباريات الوديه ما بنبصش للنتائج قد ما بشوف ان انا بجرب بعض الجمل الفنيه بجرب بعض اللاعبين، سواء بالنسبه لك او بالنسبه للنادي الاهلي، تقييمك للمباراه ايضا يعني نقول للنادي الاهلي النهارده بروفه قويه برضو للنادي الاهلي في ظل النادي الاهلي عنده غيابات كتير الفريق الاساسي مريحه النهارده بيدي فرصه بعض اللاعبين الشباب. طبعا النادي الاهلي بيجرب مجموعه من الشباب مجموعه من الناس اللي ما لعبتش، بيريح طبعا الناس الدوليين اللي اجتهدوا واشتغلوا، كان موسم شاق جدا موسم طويل قدوا ما عليهم نجوم كبار اشتغلوا باخلاص اشتغلوا متعودين على البطولات شرفونا عملوا كل حاجه اسعدوا الجمهور اسعدوا الاداره، دول نجوم كبار بوزن الكبار المحترمين اجيال بتسلم اجيال. فانا بشكرهم على مجهودهم اللي فات وبشكرهم طبعا بشكر المدير الفني استاذ السوماني بشكر الجهاز كل الناس بتشتغل عشان تسعد الكيان عشان تسعد الجمهور.
كل واحد في مكانه بيحاول يسعد الجمهور، وانا بشكرهم جدا جدا. انا واحد من الجمهور اللي بره اللي بحب نادي بنتمي ليه، بنتمي لكيان كبير جدا عاوز يبقى. فالناس كلها عملت اللي عليها وحاولت، وكل الشكر على الموسم القوي اللي عملته. انها بطوله تروح ده عادي جدا، ما فيش مشكله، البطولات كتير عندنا. فاكيد النادي الاهلي طبعا استفاد، مستمعني النهارده استفاد بوجوه جديده، بشباب، بتوظيف، بتغيير، بحاجات كتيره جدا فنيه، يعني الاستفاده اكيد تبقى كتيره جدا. فاكتر من وجه جديد النهارده انا شايفه، فده اكيد هيبقى الحمد لله بيوسع الدايره وبيخلي واحد واثنين وثلاثه في المكان، عشان الموسم طويل والموسم بيحتاج عدد كبير جدا من اللعيب. فده النادي الاهلي، وده الشغل على اعلى مستوى من الجهاز الفني والمدير الفني. اخيرا انا كابتن ربيع، تقول ايه للنادي الاهلي وهو بيحتفل غدا بالنجم العاشر للنادي الاهلي؟ وحضرتك زي ما قلت جيل بيسلم جيل، ودي ابناء النادي الاهلي، كواحد من ابناء النادي الاهلي اكيد سعيد بالانجازات ودور مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. كل الشكر لمجلس الاداره طبعا الكابتن محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الاداره، كل الشكر للجمهور، كل الشكر للاجيال، اولاد اللاعبين، اخواننا اللاعبين المحترمين طبعا اللي بيسعدونا. انا سعيد جدا بالنجمه العشره، هنحتفل وهنتبسط ان شاء الله تعالى. واحنا متعودين ان الكيان دايما كبير، كلنا بنحترم الكيان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم التواصل والترابط والحب والاحترام والتنسيق الغير رائع. كل التوفيق ان شاء الله، يبقى احتفاليه كبيره جدا تليق بالكيان الكبير اللي بنحبه وبكل البطولات اللي حققناها بفضل الله تعالى. نشكرك يا كابتن ربيع واتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، كابتن ايمن ضيوفك الكرام، ده كان لقاءنا مع الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق بتروجيت عقب نهايه اللقاء بتعادل سلبي ما بين الاهلي وفريق بتروجيت. جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه، من المديرين الفنيين الملتزمين طبعا المتميزين، ومن الناس اللي ما خدتش حقها في عالم التدريب، ده مفيش شك، كابتن ربيع ياسين مفيش شك في كده. طبعا على مستوى اللعب كان واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي ومنتخب مصر. اخلاق حدث ولا حرج طبعا. خبرات كبيره جدا مع المنتخبات، مع حتى انديه الدوري الممتاز به. فانا مستغرب جدا واحد زي بقيمه الكابتن ربيع ياسين وما بيشتغلش في الدوري الممتاز المصري. صحيح. مع احترام الناس كتير موجوده اقل منه كثيرا يعني. طبعا. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله مع فرقه بتروجيت، ويا رب يصعد ان شاء الله. إن شاء باذن الله. الله يا رب، نتمنى له كلنا التوفيق. كان عندك تعليق على حته اللعيبه الناشئين. انا بتكلم على موضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، كان عادل بيقول اللي هو ان يوحد الفريق الاول يوحد مع كل قطاع الناشئين تحت من اول 14 15 15 كابتن كابتن عادل قال من اول 15 سنه، من فوق ال 15 سنه بعد 15 سنه. أنا مختلف في الموضوع ده شوية. أنا عارف إنه في أندية بتعمل كده في العالم، حتى مش كل الناس، بس في أندية بتعمل كده. ليه؟ في حاجات زي ما أنت كنت بتقول التلاتة اللي ما طلعوش دولت. أيوه. الحاجات دي بأي طريقة لعب المفروض المدير الفني يشتغل مع اللعيبة فيها، سواء في قطاع الناشئين أو فوق، بس طبعًا في قطاع الناشئين بيبقى تعليمي أكتر. من سن كام سنة؟ من اول 13 14 سنه يبتدي حاجات بسيطه، ثم الخطط بتكتر. كويس. لان قبل كده، قبل ال 12 سنه يعني هم بقى البراعم، الفكر ده بتشتغل على الشغل المهاري اكتر. مزبوط. لكن الخططي والبدني بيبتدي بقى يزيد يعني فوق. صح. المراحل دي. ف في حاجات اسمها، في حاجه اسمها مبادئ اساسيه في اللعب غير طرق اللعب. طرق اللعب اللي هي 4 3 3 5 4 1 4 4 2 طرق مشتقاتها. لكن في حاجات اسمها مبادئ اساسيه. مبادئ اساسيه ايه دي؟ لازم اللعيب يتعلمها كويس جدا في قطاع الناشئين. كويس. ولذلك لازم يكون في قطاعات الناشئين عامه مدربين لهم خبرات كبيره. مزبوط. وليهم تقل يعني. مثلا حاجه اسمها اتساع في الهجوم، لازم دي يبقى هو فاهمها باي طريقه لعب، يبقى عارف انه لما يستلم الكره ازاي يوسع اللعب، في الدفاع العكس ازاي يغلق الملعب، ازاي يتحرك كتله واحده، الدفاع والهجوم باي طريقه لعب. يعني انت لما اتكلمت على اللقطه اللي كانت جت من شويه، الطبيعي انه في اي طريقه لعب انه يطلع يضغط لقدام عشان يبقى قريب من الخطوط ويبقى كتله واحده. مثلا العمق في الدفاع والهجوم، ان ازاي لما بيهاجم يبقى في واحد رايح على القريبه، وواحد تحتيه، وواحد خارج ال 18، وواحد من الزاويه الثانيه، وكذلك في الدفاع. فدي كلها دي مبادئ أساسية. الضغط، الضغط دي مش طريقة لعب. الضغط مفروض بتلعب 4-3-3، بتلعب 4-2-3-1، بتلعب 5-4-1. الضغط ليه أسلوب بطريقة معينة بتحفظ، لابد إن اللعيب يتعلمها من الصغر. أيوة. أنا شايف
انك لما وجهه نظري الشخصيه لما بتكتر طرق اللعب مع اللاعب الصغير اللي في الناشئين، يعني افرض مثلا الفريق الاول بيلعب 4 2 3 1 وانا بلعب 3 4 3 او اللي بعديه بيلعب 4 4 2 على حسب امكانيات اللي عندك. لا ما انا مش قصدي على كده، بس لا انت عندك لعيبه، انا اقصد لا اسامه عندك لعيبه في طريقه 4 2 3 1 في اساسيات بتحصل في كل المواقف بغض النظر عن طريقه اللعب، واحنا بنتكلم على طريقه لعب موحده. ايوه يعني في اختلاف، يعني كابتن اسامه بيتكلم كل اللي بيقوله ده صح. اتفضل كمل. لا هكمل دي بس انا بقول كده ليه. اللعيب لما مداركه بتوسع وعنده يبقى يعني شخصيه بقى أيوه. عنده شخصيه. ما اللعيب الفرقه لما هو عنده التنوع ده ويطلع مع مثلا الفريق الاول صدقني لو هو لعيب كويس وعنده شخصيه وجيد مش هياخد اسبوعين هيبقى هيلعب باي طريقه لعب حتى مع الفرقه الاول، حتى لو الفرقه الاول بيلعب 4 2 3 1 دي وجهه نظري ومقتنع بيها. يعني حتى لو هو بيلعب في الثلاثه ورا في فرقته بس طلع لا الفريق الاول كده هتلاقي اسبوع اسبوعين 10 ايام يعني خمس ست تمرينات هتلاقيه طبيعي جدا مع الفرقه. لا بس هو في نقطه كده وجهه نظري يعني. للكابتن اسامه هو توحيد السيستم مش معناها طرق اللعب بس. انت بتتكلم على البوزيشن بتاع اللاعب نفسه. أيه. يعني مثلا على سبيل المثال انت في مسابقات بيعملها الاتحاد المصري اللي هي الفريق اللي تحت الفريق الاول بينزل لك خمسه من الفريق الاول او ثلاثه يلعبوا معاك من الفريق الاول. أيه. هل هتنزل الثلاثه اللي يلعبوا معاك هو راجل منزلهم لك تجهزهم انت بتلعب بطريقه بتلعب بليبرو مثلا وهو بيلعب باربعه ومنزل لك سيرد باك هتلعبه ليبرو؟ دي معناها انك لازم تلعبه المكان اللي هو عايزه بطريقه اللعب عشان يطلع يلعب لانه ده مباراه تدريبيه. انا معاك. انت فهمت؟ اكمل بس. لا انا اقول لك انت لا انت هتكمل. هقول لك بس انا هقول لك حاجه وانت كمل. طب انت في فرق كتير في العالم بيبقى بيلعب بالاسلوب مثلا 3 4 3 خلاص وبيحصل اثناء الماتش بعد النص ساعه مثلا لاي ظروف او شوط بيبقى ليه طريقه لعب ثابته بس في اوقات بيغير بتلاقيه راح مطلع سيرت باك ولعب 4 2 3 1. مفيش طريقه لعب واحده في العالم كده. طب مفيش فريق بيلعب بطريقه لعب واحده في المباراه. أي. المباراه بيتلعب بيها ثلاث طرق، ده السيستم بس هو اللي بيبقى واحد. أي. المسمى بيبقى واحد. لكن انت وانت بتهاجم بتبقى بطريقه، وانت بتدافع بتبقى بطريقه، والسيستم بتاعك دي طريقه. يعني انت بتقول 4 2 3 1 انت لما بتهاجم ممكن تبقى مظبوط ولما بتدافع انت فاهم. علشان كده انا بتكلم يا كابتن هاني معلش دي مهمه انا بقول لكم على تجربه بتاعتنا وفي النادي الاهلي وقريبه. ايوه لما كان ينزل لي مثلا كهربا مؤمن الله يشفيه كان ينزل عمار وكل واحمد ياسر ريان واحمد حمدي واحمد الشيخ كان كل اللعيبه بتيجي يجهزوهم وسعد سمير وناس لعيبه كتير يعني كان يتقال لي انا عايزه يلعب في مكانه لان احتمال لعبه في المكان يعني هم بيلعبوا 4 4 مثلا 2 ما ينفعش اغير له الطريقه. أي. حتى كمان بشيل له لعيب اساسي من عندي وبحطه ولا. يلعب عشان انا بتكلم بقى على اللي تحت السن اللي تحته كمان. أي. أي. انت مش بتاخد منهم المتميزين عشان يطلعوا يلعبوا عندك في ال21 لان هي تكمله. أي. انت بتتكلم في ايه ال 18 سنه وال 20 سنه. أي. لازم يلعبوا زي الفريق الاول. ال 15 سنه وال 16 سنه مبادئ لعب الفريق الاول. أي. وبتبقى متغيره. أي. لانه في واحد بيلعب 4 وفي واحد بيلعب 3 4 يعني هي طرق لغايه ما يطلع لك ميسي بقى او يطلع لك اي حد وبيبقى هو يعني شكل الملعب تحت رجله هو. يعني في حاجه تقول يعني اتفضل يا كابتن. لا في حالات بتطلع في الملاعب زي ميسي زي كريستيانو زي دي بتفرض نفسها على اسلوب اللعب زي ما اسامه بيقول دي اللي بتعمل طريقه اللعب. دي اللي بتعمل طريقه اللعب. أيوة. انا نفسي كنت بنزل اخد من تحت من الباك ليفت واطلع بيها لغايه قدام اعمل ال1 2 عشان اعمل عرضيه او اروح اعمل اي 1 2 مع السنتر فيلد. أيوة. بتاعي وات ايفر خطيب عباس مش عارف مين او استنى اطير استنى مصطفى عبده الطياره الثانيه اللي هي بتعمل عرضيات واحنا نسترزق كلنا. أيوة. فاسلوب اللعب اللي بيفرضه اللي انا عايز اقوله هنا اللي بيفرضه اصحاب الامكانيات في الملعب. امكانيات لعيبتك قصدك. مهما اتقال لي في ودني في المحاضره قبل ما انزل يا اسامه ما بعملش حاجه زياده على لعبي غير الشكل الدفاعي. ايوه. اللي انا مجبر لما مختار يروح ناحيه الونج ليفت انا كونج ليفت ابقى انا الهاف ليفت اللي بيدافع في الحاله اللي انا شايفها. فدي في حالات بتبقى استثناءات للاعيبه معينه
بامكانيات معينه بقدرات معينه بتحدد شكل اللعب. طيب كلمه اخيره عن التجربه ديت لكل واحد فينا، بس قدامنا بالظبط دقيقه دي عشان نطلع فاصل. انا عمالين يقولوا لي نطلع فاصل نطلع فاصل، ما احنا قاعدين مع بعض. اخر نقطه طبعا كل احترام يعني راي كابتن عادل وكابتن اسامه وكابتن شريف كله في الاطار الصحيح، لكن انا بتكلم على اولا طريقه توحيد اللعب. مش معناه انك تلعب 4 2 3 1 بس. لما جم عملوا كده في المانيا مثلا قال لك لا انا الطريقه الاساسيه 4 2 3 1 حتى على مستوى المنتخبات، لكن مع 4 2 3 1 لازم تاخد 4 4 2 4 3 3. فيبقى عندك مرونه. احنا الفكره كلها ان الولد لما بيطلع من قطاع الناشئين انا ما بقولش ثبته على 4 2 3 1 لا، في وقت من الاوقات دي الطريقه الاساسيه بتاعتنا، ده الخط العريض، ولكن في ماتشات ممكن تلعب 4 3 3 ايوه انا كده انا متفق مع علي في الموضوع ده. فهو الموضوع انك ما بتحطش ده، لكن انت بتدي المدير الفني الاساس بتاعنا 4 2 3 1، يبقى كل اللعيبه عارفه كل البوزيشن بتاع 4 2 3 1 بلس. صحيح انك بتغير مره 4 3 3 مره 4 4 2 وهكذا. بس دي لحظه الايه هاني الاستعداد اللي احنا بنعد اللاعب. ايوه لكن في فتره المنافسات والفريق بيشتغل في المنافسات الفريق الاول انت علشان لا. عنده بطوله اوروبا وراجع من بطوله اوروبا يلعب، عاوز لعيب يبقى الاساس بالتنوع. ده الاساس. طب ما ممكن هتطلع اللعيب على 4 2 3 1، ممكن المدير الفني بتاع الفريق الاول بيجي واحد يلعب 4 4 2 يقلب الطريقه 4 3 3 مثلا، فهي اساسك 4 2 3 1. ما احنا اتكلمنا يا كابتن هاني عنده كابتن عادل في حاله واحده بس في طرق لعب كابتن عادل 4 2 3 4 4 5 12 14 الحاله الهجوميه بقى في العالم كله لازم تبقى 3 5 2. يبقى احنا بقى نطلع دلوقتي نروح لفاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن هاني رمزي والكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحيم. قول لي يا كابتن، متفائل للتحكيم الموسم الجديد ولا احنا دخلنا كده على طول؟ ايوه لازم. امال احنا بنعمل خلينا قبل الموسم الجديد يا كابتن ايمن، خلينا نتكلم في المباريات اللي جايه. ماشي. ودي مهمه جدا جدا، دي بطوله. هنتكلم تقريبا في 6 مباريات او 7 بتحدد بطوله كاس مصر. كاس. فخلينا اقول النهارده هو السؤال لجنة الحكام، هل هي مستعدة ان هي في الفترة اللي جاية يتم اختيار الحكام يا كابتن هاني، الحكام الاكفاء، الحكام اللي عندهم القدرة على ان هم يديروا، الحكام اللي عندهم القدرة ان هم يكون عندهم شخصية تحكيمية داخل ميدان اللعب، ده اللي احنا المفروض نتكلم فيه. احنا بنتكلم في اختيار حكام الميدان. كويس. وما تنساش غرفة الفار لو سمحت. بالظبط، حكام المساعدين وحكام الفار. انا النهاردة بقول لجنة الحكام دي بطولة ايا نادي اللي هو ياخدها لابد، زي الناس كلها ما بتشتغل كابتن هاني، انديه بتشتغل النهارده عشان البطوله ديت، لابد لجنه الحكام النهارده تقعد النهارده تعمل الداتا، شوف مين الافضل اللي هو يقدر يدير كابتن شريف الفتره اللي جايه. دي مبدئيا، اللي دي هتدي انطباع كابتن ايمن على بدايه الموسم. النهارده لو ابتديت النهارده في كاس مصر قوي جدا جدا كابتن هاني، اديت مردود كويس قوي للتحكيم وكل الامور مشيت صح، اكيد دي بتدي دفع للحكام، ثقه للحكام في بدايه الموسم الجاي كابتن شريف. لو حصل قدر العكس اكيد هينعكس على المسابقه بشكل عام، واحنا ما نتمناش كده كابتن ايمن، نتمنى زي ما قلت حكام تشتغل على نفسها، لجنه الحكام كمان تختار الافضل. صح. لان الاخطاء هنا اعتقد هتبقى اخطاء ما نقدرش ان احنا يعني نعوض هذه الاخطاء، لان البطوله بتروح من النادي. طيب من ضمن الاخطاء يا كابتن نقص بعض الامكانيات، يعني حضرتك كنت الفترة اللي فاتت أو الموسم اللي فات كله كنت بتقول إن في نقص في عدد الكاميرات. فوجئنا في آخر السنة إن مفيش مفيش كاميرات ورا الجول عشان نرجع لها. بالزبط. هل الكلام ده هيستمر السنة الجاية برضه؟ بص يا كابتن أيمن، زي ما قلت أنا اتكلمت في مشكلة المباريات، عندنا أكتر من مشكلة، وإحنا اتكلمنا مش بس في عدد المباريات كابتن هاني كابتن أسامة، كمان في جودة الكاميرات يا كابتن هاني اللي هي بتنقل لغرفة الفار. احنا قلنا في الفول اتش دي وفي الفور كي وفي اعتقد الكاميرات العادية بتختلف كمان النقل للفار، يعني لما يبقى الجودة عالية بيقدر الفار النهارده من خلال الجودة العالية من خلال الكاميرات الجيدة يقدر كمان لما بيجيب الحكم يا كابتن هاني كابتن عادل
الحكم يجي يشوف، ما جيش يشوف حاله مش واضحه، حاله من زاويه واحده. الفار ما بيقولش كده ابدا، يعني الفار بيقول الحكم فار ايه من فضلك لما بتجيب الحكم هات الحكم يكون عندك اكتر من زاويه، يكون عندك الصوره الواضحه جدا عشان تقدر يقدر ان هو ياخد القرار منها. انا مش عاوز اقرر كمان مشكله النهارده الفار يتدخل ويجيب الحكم في حالات اعتقد ما فيش فيها صوره، ما فيش الا زاويه واحده، ما فيش حد ابدا في الدنيا حكم هيروح للقطه فار من زاويه واحده، وده اللي كان بيحصل في المتسق. عشان كده بقول لي الكاميرات تبقى كتيره ليه؟ احنا قلنا ألف ب عندنا هدف قد تم تسجيله، كابتن شريف يمكن كنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده، وقلنا لو ما فيش الجول لاين تكنولوجي يبقى في الكاميرا اللي هي على خط المرمى اللي تقدر تحدد هل الكره عبرت ما بين القائمين تحت العارضه ولا لا. دي مهمه جدا يعني في بدايه الموسم يبقى انا عندي الكاميرتين اللي هم خاصين بخط المرمى هنا وهنا، بخلاف الكاميرتين اللي هم خلف المرمى، يعني مش اقل من 12 كاميرا كابتن ايمن تكون موجوده في داخل ميدان اللعب عشان اقدر اشتغل مسابقه بشكل جيد، اقدر ان انا اشوف اخطاء تحكيميه من خلال الفار ومن خلال حكم المدافع. طب تقنيه الساعه معلش ايه اللي يمنع يكون عندنا زي ما بنشوف برضو بره 27 كاميرا و37 كاميرا؟ صعب يعني ايوه صعبه امكانيا ولا يعني احنا بنتكلم في انفستمنت ما شاء الله الكره دلوقتي فيها فلوس بالظبط، اعتقد عندنا القدره ان احنا نعمل حاجه زي ديت، فليه وزي يعني هو السؤال بروحين، زي ما اللعيبه النهارده شفنا بيعملوا فترات اعداد وبيكون في تدريب، هل الفتره ديت فتره التوقف ديت ايه اللي لجنه الحكام بتعمله او الحكم الاكتف بيعمله ايه علشان كمان يأهل نفسه لموسم جديد؟ يعني هتكلم سؤال مهم جدا جدا يا كابتن، بس هقول لك على حاجه. امبارح كان في مباراه ليفربول وهدي بيها مثال يا كابتن عادل، ولاد يونايتد وهدف محمد صلاح. هدف محمد صلاح لو انت لاحظت كان في ساديو ماني موجود في التسلل ومحمد صلاح موجود في موقف سليم. انا بس هقول لك على حاجه مهمه جدا جدا. اتعملت عرضيه محمد صلاح حط رجل سجل. هاني ساديو ماني كان تقريبا ممكن ايه نقول ايه حاجب الرؤيه تقريبا بس كان متاخر بعيد. بالظبط. بعيد شويه. بالظبط. هل هو حاجب؟ لا مش حاجب. دي لقطه المفترض الفار هنا قبل ما بيعمل الهدف في تشيك. انت متخيل يا كابتن عادل امبارح اللقطه ديت تقريبا احنا ما حسيناش، يعني عادت الهدف مره واثنين كان الحكم بيعمل ستارت بدايه المباراه. ما خدش تقريبا 20 سنه. احنا بنتكلم على الكاميرات والعاده. احنا عندنا حاله في مباراه النادي الاهلي تسلل دقايق خمس دقايق 38 ثانيه. وما خدناهمش في الوقت الضائع. خمس دقايق في مراجعه حاله كان فيها ركله جزاء وفيها تسلل خدت خمس دقايق 38. ده اللي بنقول ايه؟ نطور من ادائنا كحكام ككاميرات كجوده الكاميرات ككمان حكام كمان المفترض ان هم يكونوا موجودين على الفار عندهم خبره كابتن هاني. زي ما قلت ضربت مثلا لما الحكم يكون عنده خبره في الفار حكم تقيل امتى اجيب الحكم وامتى ما جابش؟ ما انا احيانا انا بقلق تاني يا كابتن عادل انا يعني هاني رمزي حكم مباراه وانا حكم الفار لسه صغير ما عنديش خبرات هاني بيبقى قلق مني الآن ايه؟ ان هو ما يفصلش الحاله كويس او يجيبني على حاله وانا واخد قرار صح. يعني أيوة. كابتن هاني واخد قرار صح وانا اجيبه اعمل له مشكله. عشان كده قلت يا كابتن هذه المباراه اللي جايه كابتن هاني كابتن اسامه يبقى حكام الميدان حكام الفار حكام الخطوط على مستوى كبير جدا 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 من الكفاءه على مستوى كبير جدا من الشخصيه لا يتاثروا باي ضغوط سواء داخل او خارج ميدان اللعب. صحيح كده تمام تمام الحمد لله نتمنى زي ما قلت يعني عندهم فرصه نجل الحكام النهارده كان في معسكر بار شغال ربنا يوفقهم ويعني نتمنى ان من الوقت يتم تجهيز الحكام اللي هتدير تقريبا هم هيبقوا ست مباريات او سبعه نقول ان احنا هنبتدي بمباراه الاندي الاهلي وانبي نتمنى زي ما قلت البدايه هتكون قويه جدا من خلال المباراه الجايه اللي هتدي انعكاس جميل جدا لبدايه الموسم يا كابتن شريف. وفي السوبر قبلها كمان. وفي السوبر باذن الله ان شاء الله. النهارده عندنا ماتش جميل جدا جدا خرجنا منه ايضا بدروس مستفاده. هو طاقم تحكيم درجه اولى ولكن النهارده ما كانش فيه فار. هوريك الفرق ما بين ان مفيش فار والحكام بتعتمد على نفسهم يا كابتن عادل. في حاله من الحالات ركله جزاء ما بين خارج او داخل برضك. ولكن الحكم النهارده عشان عارف ان مفيش فار كان مركز زياده اذا النهارده لابد وهو دوت البروتوكول اللي بيقول ايه؟ كابتن اسامه عرابي انت حكم مباراه انسى ان في فار
أيوة. كابتن شريف انت حكم مباراه، من فضلك اشتغل على نفسك، تواجد في المكان المناسب، حاول تتعب وتجري وتحاول يبقى عندك القراءه. ما اقفش وبعدين الكره بتتنقل وبعدين انا اتحرك، ما فيش الكلام ده خالص النهارده. النهارده في قراءه جيده للمباراه، انت بتتحرك قبل الكوره. بتتوقعها هتروح ناحيه اليمين، هبقى انا رايح قبليها ناحيه اليمين عشان لو في مخالفه او كل الكلام دوت. النهارده تطوير الاداء التحكيمي مش بس الفنيات، فن كابتن اتكلم على عناصر اللياقه البدنيه، تحمل عام، تحمل سرعه، السرعه اللي هي المتفجره، سرعه قصوى، ازاي تبقى عندك التوقع والقراءه الجيده. زي اللاعب بالظبط لما بيروح في مكان حط الباص بيعمل جول. ايوه في لاعب بيتاخر سنه بتتحط الباص ما بيروحش، هنا الحكم الجيد. كلامك كابتن بيعني ان في بعض من الحكام بيعتمد اعتماد كبير على الفار. ممتاز، ودي المشكله. ودي المشكله، هو اولا بيبقى بدنيا قليل، بدنيا قليل. ما هو اللي بيعتمد على الفار ايه؟ انا بكسل اروح مثلا في 50 متر سبرنت او 40 متر سبرنت بكسل. ايوه الحدث بيحصل في ثانيه ما بشوفوش. بقول ايه؟ ما هو في الفار. والفار يا ريت يكون يعني الفار بردك ما هوش مش مش مش, مش من الخبره الكبيره اللي هيديك القرار الصح. أيوة. احيانا تبقى حاله تقديريه يقول لك انت بتاعتك. اذا النهارده بنقول ايه؟ النهارده ما كانش فيه فار، ولكن كابتن ايمن النهارده كان في حالات ايجابيه جدا لطاقم التحكيم على الرغم ان ما فيش فار. خلينا نروح انا اربع حالات مهمين جدا نشوف النهارده. عاطف حسين حكم منطقه القاهره النهارده كان موجود مع محمد فاروق من منطقه القاهره، وكان موجود مع وليد الشيخ. حاله من هنا نتكلم مش بس التحكيم يا كابتن. ماشي. دايما بنلاقي ان الحكم يروح في مسار اللعبه كابتن هاني كابتن شريف، ودي مشكله. يعني الكره لما بتكون في الصندوق والحكم في مسار اللعب بتصطدم بيه وتعمل مشكله وهجمه معاكسه والكلام اللي انت عارفه. انا النهارده عاطف حسين هو درجه اولى نروح كده. هو كان في البدايه فين؟ في ستوب. هو كان هنا، الكره كانت هنا، هو دخل في مسار اللعب كده بالظبط. يعني النهارده انا لاعب نادي هنا عاوز اعمل باص هنا لهنا، هنا مشكله. هعمل دريبل واروح، ده مشكله. هو عمل ايه؟ هنمشي ونشوف. ابتدى راح خرج خالص تماما. بص اتفرج نتفرج نتفرج، وسع لنفسه، وسع للاعب، ادى مساحه لعب. ده الحكم اللي فاهم اللي عنده قراءه. حكم تاني ممكن يقف يستنى الكره تيجي فيه تصطدم تعمل مشكله. دي حاله من الحالات الاولى اللي احنا خدناها وبنقول نتكلم على التحرك والتمركز والتمركز اثناء المباراه. هنا بردك القراءه الجيده، هو هنا في مخالفه. نتابع ونشوف. هنا هنشوف ان الاهلي هنا لعب استخلص وراح، ونشوف اللعبه الثانيه اللي جايه. وبعدين حصل ان هو في البدايه كان في مخالفه واللاعب هنا لم يستفيد من الافضليه، رجع واحتسب المخالفه من الاول، ودي وده كان قرار صحيح. هاجي هنا عاطف هقول لك على حاجه لابد ليك انت ولكل حكام مصر. كابتن هاني، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن شريف، كابتن اسامه. هذه بنقول منطقة، هذه المنطقة عندنا لاعبين عندهم مهارة التسديد. النهاردة اللعبة ديت أحيانا في بعض الأندية وبعض اللعيبة جون بنسبة 80%. أنا النهاردة كحكم لو ما اديتش حق الفريق في الحائط الدفاعي ال 10 ياردة أو 9 15 مظبوط، أنا النهاردة حرمت الفريق ده من إن لاعب يسدد بشكل كويس أو بشكل كويس. بقول له عاطف نمرة واحد، هرجع بس تاني للعب. نمرة واحد كابتن عاطف هرجع معلش سامحني في البداية نرجع بس نقول حاجة مهمة. كابتن شريف أنا النهاردة إيه المشكلة سبريه؟ يا جماعة دي حاجات بسيطة جدا جدا جدا. السبريه يبقى معايا، يبقى أنا النهاردة بدل ما هنا اللعيبة واقفة طبعا على يعني هنا، أنا هنا هو عدى ال 10 يارد أو ال 9 15. دي حالة مهمة، خلي بالك مهمة جدا جدا جدا. اتفضلت أنت هنا جبت الحكام، اللعيبة هترجع السبري معاك وبتعمل العلامه بتاعتك خلاص، وبتروح تاخد التمركز بتاعك عشان تقدر تعمل الاستئناف للعب. نشوف هنا طبعا هو مش معاه السبري، وانا انا كحكم في الملعب يا كابتن اقدر اقدرها من الغامق والفاتح. ممتاز يا كابتن، احييك كابتن. كمان الخطوط اسهل كابتن، انا النهارده بستخدم الخطوط يا كابتن شريف. مظبوط، لو انا معيش سبري دخلت 18 مظبوط تمام. انا النهارده نشوف بقى لحظه التنفيذ، نشوف وريس سلمان على التنفيذ. اتفضل ستوب بخمسه يارد بالظبط كده، نشوف تقريبا 7 يارد. هو يا كابتن ده هو اصلا قبل ما 7 يارد يلعب كمان يتقدموا خطوتين. هو وليد دي مهمه جدا، وليد كان بيقول له بيتقدموا دي مهمه جدا. مزبوط. يا حكام يا افاضل دي مهمه جدا جدا، اوعى يعني اوعى حد يستقل بيها. صح، لان احنا الاتحاد الدولي دايما بياكد على ان حق الفريق في 9 15 من فضلك اديهوله. ده اللي احنا بنتكلم فيه كابتن ايمن، دي حاله من الحالات مهمه. عندنا اخر
حاله، وهي زي ما قلنا حاله ركله الجزاء. شوف عاطف حسين قريب، تمام، كره تمام، حسب المخالفه والمخالفه من جوه من داخل منطقه الجزاء. هنا العرقله موجوده واضحه جدا جدا، هو لم يتردد، الفار مش موجود، وبالتالي هنا حسب ركله الجزاء صح. بس انا حابب اقول حاجه لعاطف، الرياكشن بتاعك مش عاجبني، يعني انت صفرت وانا مش عارف انت حسبت، مش باين، ما تروح روح ل 18 وعد احساس ان في ركله جزاء بالتوفيق للتحكيم. تصدق دي لو كانت في فار ما كانش اديها لنا. اتمنى ان شاء الله كابتن ايمن زي ما قلت بالتوفيق للتحكيم، الفتره الجايه مباراه مهمه جدا جدا بالتوفيق للتحكيم، ونفسنا نشوف بدايه قويه في الفتره اللي جايه باذن الله. شكرا. كابتن شكرا جزيلا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا وامتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن. شكرا. وبانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وبتروجيت الودية والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله. حابب في النهاية أشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا ونورونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم شرفتنا يا كابتن، نورتنا. شكرا كابتن أيمن، شكرا التوفيق إن شاء الله. كابتن هاني رمزي شكرا كابتن، شكرا كابتن، نورتنا. شكرا لك. كابتن اسامة عرب نورتنا كابتن، ألف شكر. شكرا وبالتوفيق للفرقة إن شاء الله بإذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا كابتن، نورتنا كابتن. والشكر لكم أعزائي المشاهدين أيضا على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.